بخطوات واثقة وباستراتيجية عمل واضحة المعالم، تستمر شركة النبال والفارس للعقارات في تقديم كل ما هو جديد في عالم الاستثمار في العقارات. هنا في مدينة رام الله احتفلت الشركة وبحضور حشد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والشركاء بمرور 22 عاماً على انطلاق أعمال الشركة. 22 عام بالنبال وفارس بيعني البناء والتعمير والازدهار وتثبيت المواطن الفلسطيني في أرضه. كانت رسالتنا من اليوم الأول هي تعمير وتأمين مسكن آمن ومسكن مستقر للمواطن الفلسطيني، وفي الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال اغتصاب الأرض الفلسطينية كان علينا تثبيت المواطن الفلسطيني في أرضه. وضعنا خطة بعد 22 سنة للعام القادم، وهي خطة نجذب الأنظار من خلالها من خلال بناء 100,000 متر مربع تعزز صمود المواطن الفلسطيني في أرض ووطنه. النبال والفارس وهي تخطو نحو عامها 23 واجهت الكثير من التحديات والعقبات، إلا أن إصرار إدارة الشركة والعاملين فيها مثل وقودا لتجاوز كل هذه التحديات. من رام الله كانت بداية مشاريع الشركة التي توسعت واحتفلت هذا العام بإطلاق مشاريع فيلا البالميرا في أريحة، وهي أيضا تتنقل من محافظة إلى أخرى لتحتفل أيضا هذا العام بإطلاق مشاريعها في بيت جالة بمحافظة بيت لحم. المشاريع التي نفذتها النبال والفارس ليس هدفها اقتصاديا فحسب، بل هناك أيضا أهداف وطنية وسياسية بالدرجة الأولى. وشركة النبالي والفارس منذ تأسيسها عام 99 إلى الآن تحملت مخاطر كبيرة في إطار دعم هذا القطاع الإنشائي المهم، واللي له بالنسبة لنا مغزى سياسي أيضا كبير في تعزيز الصمود والبناء والبقاء على الأراضي الفلسطينية. إحنا بنعتقد أنه صار المطلوب من الشركة اليوم في إطار توسيع نطاق عملها تنتقل لمجال آخر من مجالات البناء والإسكان، اللي هو البناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود، لأنه هذا راح ينقل الشركة لمجال ومستوى آخر من مجالات العمل في التنمية الاجتماعية. وأيضا يعني أنا الإخوان في الشركة بشكرهم على كل جهودهم في تحمل المسؤولية المجتمعية. أننا نعتز بأمثال هذه الشركات التي تدعم اقتصادنا وتثبت أبنائنا وخريجينا وتعمل على توفير العمل، وهذا شيء أساسي في محاربة الفقر والبطالة من جهة أساسية، وكذلك في تحدي الاحتلال في الصمود للشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه. وهذه طبعا كذلك مستمد من توجيهات القيادة بقيادة السيد الرئيس محمود عباس وابن حفظه الله، الذي يؤكد أننا باكون هنا صامدون كزعتر وزيتون مهما كان ومهما تحدنا تحديات. وهذا أكبر إنجاز وطني يثبت أننا شعب جبار وشعب قادر وشعب متحدي، وسننتصر بإذن الله، وستكون احتفالات للشركات القادمة في القدس عاصمة الدولة الأبدية بإذن الله عز وجل. الاستثمار في قطاع العقارات يمثل أيضا وفقا للجهات الرسمية نسبة كبيرة من الدخل القومي، كما أنه يوفر آلاف فرص العمل، ما يعني مزيدا من الاهتمام بهذا القطاع الواعد. اليوم استمعنا للخطط التي طرحتها شركة النبالي والفارس، هذه خطط كتير مشجعة، كما أن مبادراتهم في المسؤولية المجتمعية نقدرها عاليا. نحن في الحكومة سنقدم كل الدعم لهذا القطاع، سواء بصورة تشريعات وأنظمة وقوانين تشجع الاستثمار على مزيد من الاستثمار في هذا القطاع، وبنفس الوقت نضمن حق المواطن والصالح العام اللي احنا بنمثله. ولم تعد شركة النبال والفارس شركة فقط تهتم في مجال الاستثمار بقطاع العقارات، بل أصبحت اليوم مجموعة استثمارية تضم قطاعات العقارات والزراعة والسياحة، وهي مستمرة في استثماراتها في فلسطين والأردن والمغرب. أساسات المدينة مثل تاريخ الأرض، وطموحنا السماء وأبعد، سخرنا أرقى الإمكانيات لنوفر لكم خبراء بيوصلوا معكم شكل المستقبل كيف تتمنوا.